باش كيديروا كتسمى بالمعروف، يعني الناس كيتجمعوا كيمشيو من دوار لدوار، كيجمعوا اللوت، كيجمعوا الزرع، كيجمعوا البيض، كيجمعوا كاع المسائل اللي هي كاينه في البلاد، سواء كيبيعوه سواء كيبدلوه. كانت المقايضه واحد الوقت، وكيجيبوا داك الشيء وكيديروا ما كيسمى بالمعروف، وكيتلاقاو الناس، وكتكون واحد اللحمه بين الدواوير وبين العائلات ديال المنطقه. حنا غنحاولوا نحيوا هذا التراث هذا، لان غادي نحاولوا مزيف سواء ديت كتيران النقص سواء ديرسني ان شاء الله الفرقه ديال يلعب الفينال، ربما سكيس السير الفريق يعني يدو هذا العام كان الماتش كثير، يعني سي المناسبات اللي الفرق حتى في مزيف تلعب الفرق على برا. ما قال المهم الفيديو هو الرخنيه المرحله، اشكو المرحله هذه تدي سكوالو سك الزيرو وتدي غنعطي باطيه تشكات سك محترمين بالشال بدات المشاكل مشات غوصه اللي هما حمراء قبدان نكون الحمد لله نفس التجربه نسن شكون راه نبداو سويده سك كرانيتني ماشي راه نبداو لك بداتيني هو سكول دير يلاه حضانا هي حضره كذا درت التجربه دوينا في الطاقات نسنا راه نتشكر مكاين شخصيه انا نتمنى يعني هذا اختي حتى نكون كرام المبادره ديال بنتي هذا اختي للسياحه الجبليه مزيان. الله يعطيكم الخير. الله يعطيكم الصحة. الله يعطينا الخير. التنظيم رائع، وهذه أول نوبة تنجي المنطقة أمازيغية في هذا المنطقة. On est heureux grâce à cet endroit, grâce à vous. أولا المنتوجات المسن، ثانيا الجمعية مازال تمشي المسائل، شكون الجمعية دازت الشكاني قد استضفت داك فنيا القدر المالي 30000 درهم 40000 درهم 50000 درهم، داك الشيء من صندوق الجمعية سكر سكر المشاريع ظن، في غراس سكر المشان تغوصا غير ستي عشرات الجمعية في ظن، مي السبب كلشي هو داسيت هو الالتحام ديالي قال الجمعية. حتى قال الزرامة تاع التصويرات دات كلشي ولد البراني، واش كنت سكر واني كنيت المسرح حتى مازال نسن قايت حمودو ديال المسألة اللي دارت نيلان، هو كلشي دوران ديال كنت كان الفوج مكادا في السمازير كلشي دات تحت تيم غارين يركزن كلشي دات تشكان عليه دات تفرح نس البراني سكرني نودا تاديق مسرح ايام التلت هادي تمازير تاتيم التلت ديال سينيا ضنين السيناريو نسيكا يا الوحش يعيش داريان دار سيات القلادة احكام ديال سينيا ضنين ارتيت سيار كديرة وان يوم زل القلادة غدي لان دار ود ناتي لقوم كرد طواقي سيت حكام سكر تمشي ليا قود غار تما زيت نسن واش كانت سكر قسيات هي الـ هي الـ هي الفيلم تما زيت نسن يعني دارت كل شيء داتي الطاقات الحمد لله دات استغلال بفضل اولا سيدي ربي بيان سور المؤمنين هات المؤمنين لان كدير يعني مشان ديال قماده الزرام جديد دارت لان الزرام في التلفازه كل شيء طاقات محدوده سكر كل شيء داتي في المزير اسمح لي الناس اللي ما فهموش الحال لان كان خاص بالناس ديال البلاد مي الحمد لله راح الناس كاملين راه شافوا ايت حمودو شافوا الناس ديالها راه مشاو للمنطقه وعرفوا شنو فيها هنا يعني ربما جوج الناس راه معنا دابا هزوا يديهم الا كانوا كيشوفوا فينا راه واحد هو يعني الناس كلهم ولاد البلاد اللي خلقوا هذا الجو هذا
ربما الى خلق هذا الجو ربما ما بقاش تكون الكراهيه وما بقاش تكون زعما داك المشاحنات وكتولي البلاد يعني كيكون عندها طاقات ديالها كيستغلوا داك الشيء ديالهم. هذه مسرحيه مثلوها واش دوز زعما العاود والناس خدامين كيشوفوا الجمهور كاين الى اخره. هذا مسرحيه نتمنى انا واحد النهار البلاد عندنا يعني نفس الديكور نفس المساله. اولا فيها بزاف ديال المزايا. المزايا الاولى هو ان الشباب كيولي عنده داك الهاجس الجمعوي، لان الهاجس الجمعوي يمشي بنادم حتى يمشي انه ولا هو فيه الخير. علاش؟ لان كيولي الشباب عنده ديك الشخصيه ديال المستقله كيهضر يقدر يهضر على حقه. ثاني حاجه كيولي عنده ما يبقاش يخاف يواجه اي واحد كما كان النوع ديالو، سواء في رجال السلطه سواء في المسائل اللي في الحق ديالو. يعني كيولي عنده واحد الطاقات يعني كتولي يعني كتخرج منه كتكون مخبيه، ولكن هذا العمل الجمعوي كيخلي الواحد انه يكون فريمون كما كنقولوا الراجل بمعنى الكلمه. ملي كنقولوا راجل يعني كيعرف الحق ديالو، كيعرف اشنو خصو اللي ليه واللي عليه، كيحترم الجار، كيحترم الغير، كيستافد من 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 الشخصيات ديال الاخرين، وكيولي ما كيهموش دوك المنازعات اللي حنا كنفكروا فيهم لا ديتي هي لا ديت ليك، لا كيفهموا كيولي كيهمو الصالح العام، لان الصالح العام يقدر يستافد منه با، يستافد منه مي ولدي خويا الى اخره. ربما تخاصم على واحد على حاجه ولكن الصالح العام اهم من اي حاجه. يعني هاد الناس هادو ديال الحمولي علاش انا كنت فكرت باش انهم يجيو عندنا للبلاد ديالنا باش يشوفوا ان ناس بحالنا بحالهم، ناس شلوح عايشين في المنطقه واستافدوا من البلاد ديالهم بما فيه الكفايه واستغلوا الطاقات ديالهم وخدموا. لان يعني حتى انا كرفيق ولد البلاد كنتمنى واحد النهار الشباب ديال المنطقه ينهج هذا الاسلوب هذا، ينهج هذا الاسلوب. يعني كاينين عندنا طاقات، انا كنعرف ولاد البلاد عندنا طاقات وطاقات كثيره، وطاقات كثيره خصها غير تسخر في واحد الحاجه اللي هي في الصالح ديال كل شيء. يعني نحيدوا ديك الانانيه ديالي ونبقى نفكر غير في راسي. يعني ناس خدموا بلادهم، ناس بالطاقات ديالهم محتاجونا لهذه لا هذه. حنا هذا الشيء اللي درناه عندنا هدف واحد اول مقابل كل شيء هو القنطره تدوز لنا ان شاء الله من هنا. وإلا درنا هذا البرنامج هذا وبغينا نبينوا السلطات وبغينا نبينوا الناس اللي مكلفين ان عندنا شباب عندنا طاقات وخاص ديرنا القطره على اساس باش حتى حنا نستافدوا من هذا الشيء اللي كاين. يعني مثلا هنا كاين مبادرات ديال الجمعويه يعني الدراري ديالنا الى اخره. يعني الناس كيجيو كيجيبوا الشباب لان هذه الطفوله هذه اللي كتشوفوا دابا كتاخذ جوائز وكتصور تصاور وكتعيش مع جمعيه. يعني كيمشي عند هذاك اللي كنسميوه لوطخا، كيمشي عندهم ذاك الحشمه وذاك سميتو اللي كيخلي بنادم ديما خايف وحشمان. الوغ كو واحد يكون غير زعم شويه يدير اكثر من هذا الشيء اللي داروا هاد الناس. يعني الا كانت مثلا حفله ديال داروا سباق ديال العجين بين الناس ديال المدينه والناس ديال الباديه، يعني هذا سباق داروه العيالات ديال المدينه جاوا استضافوهم بحال كما دابا عندنا بهاد الوجوه الطيبه، وداروا سباق مع الناس ديال البلاد. يعني تيم غارين تمازير داروا مسابقه ديال العجين، كل غا يصوم احسن عجين، كل غا يصوم الى اخره. يعني مسابقات هادو ترفيه هي ربما من واحد الناحيه، ولكن كتخلق فيك واحد داك اللي كنسميوه التعايش، لا كوبيتاسيون، كتخليك في داك المجال ديال التعايش، تقدر تعيش مع الاخر، هو براني ماشي من البلاد ولكن تقدر تعيش معاه وتفهمه ويفهمك، انطلاقا من الحركه، انطلاقا من الطريقه غير ديال العجينه ديالو غادي تفهم. ربما كاين اللي كيحشم غير في العجينه يبغي يديرها كيترعد، ولكن في المساله اللي كتكون فيها مساله جمعويه كيكونوا فيها الناس مخلطين الى اخره، المسابقه والتنافس، التنافس الشريف بيان سور، لان حنا عندنا دوري دابا ديال كره القدم. ودوري في التنافس الشريف هذا كيخلي الانسان انه كيتقبل اولا الهزيمه، لان اصعب حاجه هو واحد ما كيرضاش ينهزم، والهزيمه راه من ضروريات الحياه. ما يمكنش الواحد ينجح الا ما فشلش، وهذه المسائل هذو كيعلموا لك شي حوايج بحال انك تقدر تفشل تقدر ما تنجحش، ولكن ماشي الخيب هو تفشل. عرفتي شنو هو الخيب في هذا الشيء سميتو ريحلين؟ هو اني فشل، واني فشلني في الكوشي بالك. واحسن حاجه هو تفشل وتعاود المبادره باش انك تنجح، واحلى حاجه هي النجاح. ملي كتذوق الطعم ديال النجاح ما عمرك باقي كتوقف، يعني دائما كتمنى انك واحد الوقت تزيد للقدام وتولي عندك ديك المبادره باش انك تنجح. يعني هاد المسابقات هادو كيعلموا هاد الشيء، كيعلموا ان كيفاش الانسان يقدر مثلا ما ينجحش ومره اخرى كيولي يكون عنده ذاك التنافس باش ينجح. وحنا الدوري ديالنا الا في فراقي مثلا خسروا خصهم يعرفوا ان ان شاء الله الا بقينا في الحياه العام الجاي راه غيكون الدوري، وخصو يكون احسن من هذا. واللي فشل مثلا هذه المره ما وصلش النهايه راه خصو يعرف ان العام الجاي خصو يكون عنده الهدف انه يوصل النهايه،
والفرق اللي كاينين دابا ستات الفرق حنا بغينا ان شاء الله العام الجاي يكون عندنا فرق اكثر يكون عندنا مستوى اكثر ونجيبوا ضواو الاخرين والجمعيه ديالنا ان شاء الله بغينا هي تكون في القمه وتكون هي اللي كتجمع الجمعيات الاخرين علاش هذا الشيء كامل لان عندنا طاقات انا متاكد ومؤمن ان كاينين الناس دابا اللي كيشوفوا فيا دابا كاملين انا الا خدينا المبادره غنكونوا يعني فريمون غنديروا شي حوايج اللي ربما ما تكونش في الخيال انا استفدت ربما عندي تجربه استفدت مع ناس اخرين استفدت مع ناس اخرين اللي علموني حوايج اخرين واللي هي التجربه دابا اللي كنجيبها للولاد بلادي باش انا نستافد مجموعه وإذا استفدنا مجموعه ربما اكيد غادي نجحوا غنوصلوا للهدف ديالنا كما قلنا لك الهدف هو القنطره ولكن كاين حوايج اخرين اللي دايرين القنطره اللي خصهم القنطره اللي خصهم يداروا عندنا في بلادنا مثلا خصنا مقر ديال المركز النسوي مثلا باش يتعلموا شحال من حاجه ربما عندنا مسائل ديال الشباب الطفوله حفظ القران مثلا القرايه حرام مثلا المدرسه عندنا الناس ما كيكملوش قرايتهم حرام ربما قرات واحد الحقبه حنا راه الناس اللي عارفيننا وكنعرفوهم قرينا واحد الوقت اللي كان واحد الهمه وسميتو باش نقراو دابا كان زعما يحزوا في الناس ملي كنلقاو مثلا الشباب المدرسه كيقول لك وصل الخامس خرج